تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق الإعداد عنا، فريقنا في هيئة الصحة في دبي، واليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذة ميرا الخفلي، ومخرجنا المبدع اليوم معانا نمر محمد. واليوم في التقديم محدثتكم الدكتورة هند العوضي. أعزائي المستمعين، تقدرون تتواصلون معنا عبر البرنامج عن طريق الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعينا، نحب أذكركم أن تطعيم كوفيد-19 متوفر في المراكز التابعة لهيئة الصحة في دبي. اللي ما أخذ التطعيم يبادر بأخذ موعد للحصول على اللقاح، لأن اللقاح هي إحدى الطرق الفعالة في مكافحتنا لجائحة كوفيد-19 والطريق لبداية ما بعد الجائحة إن شاء الله. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالفقرات الجدا ممتعة. راح نتحدث عن الجرفة، راح نتحدث عن علاج الصرع، راح نتحدث بعد شوي عن مرضى الصرع وصيام رمضان بما أنه شهر رمضان الفضيل على الأبواب، راح نتحدث عن هذا الموضوع. لكن قبل ما نتحدث عن هاي الأشياء مستمعين، مثل ما عودناكم ناخذ خبر عالمي. خبرنا اليوم يقول كيف يمكن أن يؤثر السكر على دماغ طفلك. كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يقبلون على المشروبات السكرية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة في وقت لاحق من حياتهم. وأعطى الباحثون الأمريكيون الفئران، طبعا دائما الفئران يعني المساكين هم فئران التجارب، أعطوهم مشروب سكري، وبعدين عندما أصبحت بالغة أعطوها اختبارين للذاكرة لمقارنة أدائها. ووجدوا أن منطقة الحصين، وهي منطقة من الدماغ جزء لا يتجزأ من وظيفتها الذاكرة، تعاني من ضعف لدى هذه الفئران التي تتغذى بالصودا، مما أدى إلى مشاكل في ذاكرتهم. وأيضا يعتقد الباحثون أن هذا المشروب يغير الميكروبيوم المعوي، وهذا بدوره يعدل الجينات في الحصين اللي تضعف وظيفته. وقالت الدكتورة إيميلي نوبل كبيرة الباحثين في الدراسة بجامعة جورجيا، يبدو أن استهلاك السكر في الحياة المبكرة يضعف بشكل انتقائي التعلم والذاكرة في الحصين. ويعتقد الباحثون أن هذا دليل على أن الضعف الإدراكي من المشروبات الغازية ناتج عن تغيير المشروبات للميكروبيوم الموجود في أمعائنا. وأيضا أضاف الدكتور سكوت كانوسكي المعد المشارك للدراسة، كان من المدهش بالنسبة لنا أننا تمكننا بشكل أساسي من تكرار ضعف الذاكرة المرتبط باستهلاك السكر، ليس عن طريق نقل الميكروبيوم بالكامل، ولكن ببساطة عن طريق إثراء مجموعة بكتيريا واحدة في الأمعاء. طبعا مستمعين، السكر والأطفال يعني احنا نعرف مضارها، وهذه هي أيضا إحدى المضار اللي لازم احنا نفكر مرتين قبل ما نعطي المشروبات السكرية لأطفالنا.
ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى اسم الجناح اللي بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صباح الخير أسماء. قبل صباح الخير أسماء. صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور دكتور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور الضيف. مسوية فينا مقلب يعني إبريل ولا شو بالضبط يعني أسماء؟ لا شو أخبارك؟ الحمد لله. ناخذ تقريبا الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي حطيناها نشرتنا الأسبوعية تحت عنوان الصحة العامة مهمة. من ضمن الأشياء اللي حطيناها وما شاء الله نشوف وايد تفاعل مع النشرات اللي نحطها هالفترة أو هالشهر. كنا مركزين على النصائح المتعلقة بالمرأة. أيوة. وايد تفاعل، ما أعرف هل هو لأن النشرات عن المرأة ولا المعلومات جديدة عليهم. لأن الصحة العامة مهمة أسماء. الصحة العامة المعلومات اللي كنا حاطينها أمس وايد أشخاص يسألوننا شو هي الفيتامينات المعادن اللي نحن لازم يعني نأخذها ونأكد عليها. فكنا محاطين مثل تشيك ليست اللي هي الأشياء اللي لازم أو على المرأة أن تتأكد من وجودها في نظامها الغذائي أو في مكملاتها الغذائية. والنصيحة هي دائما نقول حق الأشخاص المكملات الغذائية هي مكمل غذائي ولكن لا يغني عن الغذاء الصحي أو نمط الحياة الصحي. صحيح. وأيضا الحصول على المكملات الغذائية لازم يكون أيضا باستشارة طبيب المعالج. فهي النشرة موجودة عندنا في قنوات التواصل الاجتماعي ونتمنى من الكل أن يروحون ويشوفونها. أيضا من ضمن الأسئلة اللي ما زالت متكررة وتتكرر علينا بشكل مستمر ويومي هي هل يمكن الذهاب إلى مراكز التطعيم من دون موعد؟ جميع خدمات هيئة الصحة هي عن من خلال المواعيد المسبقة. أيضا من ضمن الاستفسارات ممكن أن نحن نيب بدون الإمارس آي دي من الإجراءات اللي يتم يعني لازم يكون فيه مسحة لبطاقة الهوية في المركز. فيعني كل الخدمات توقع كل الخدمات الحكومية بس الحين خدمات الهيئة لازم يكون فيه بطاقة هوية. صحيح. وأيضا الموعد المسبق وايد مهم للضمان وايد أشياء، ضمان تبع الاجتماعي، ضمان حصول الخدمة، ضمان يعني أفضل حتى للمتعامل ما يضيع وقته إنه ينتظر فيجي على وقته ويخلص. تقريبا نحن يعني حسب ملاحظات اللي توصلنا من الجمهور إنه ما يأخذون أكثر من 10 دقائق في المركز التطعيم، فعشر دقائق أحسن من نص ساعة. بالضبط. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها أهمية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ولبس الكمامة حتى بعد أخذ اللقاح. هاي أيضا جدا مهمة، الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد أخذ اللقاح. تقريبا هالأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي. ودمتم بصحة وسعادة. كانت معانا اسم الجناحي وتحدثت عن أكثر الأسئلة اللي تورد ويسألونها المستمعين. كانت عن كوفيد، هل نحن نقدر نروح بدون موعد؟ لا مستمعينا، كل مواعيدنا تؤخذ عن طريق مواعيد مسبقة عشان نسهل عليكم عملية الدخول والخروج ونقلل من وقت الانتظار وعشان تنظيم سير العمل. مثل ما قالت أسماء، في احنا منزلين بوست جديد يتحدث عن الصحة العامة، وكنا نتحدث هذا الشهر عن المرأة وكل ما يمثل المرأة بصلة، ونزلنا بوست يتحدث عن الفيتامينات والمعادن. بس أنا حابة أضيف على كلام أسماء أن جرعات هذه المكملات الغذائية تختلف باختلاف عمرك، تختلف باختلاف المرحلة العمرية اللي أنت موجودة فيها. إذا كنت مراهقة، إذا كنت حامل، إذا كنت مرضعة، إذا كنت شوي أكبر في العمر. وأيضا يعتمد اعتماد كبير على حالتك الطبية أيضا. ومثل ما قالت أسماء، لا تأخذون أي مكملات بدون ما تستشيرون طبيبكم. مستمعينا، بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راح نتحدث عن فوائد الجرفة. فاصل قصير وراجع لكم مستمعينا. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعينا على الأرقام التالية 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل قلنا لكم ان اليوم موضوعنا راح يكون عن الجرفة. طبعا احنا نعرف ان الجرفة لها فوائد صحية عديدة، وبين الحين والاخر تطلع لنا دراسات علمية تأكد هاي الفوائد ولأهمية الجرفة. وحس يعني شهر رمضان احنا الشهر اللي نكثر فيه استعمال هذه البهارات، يعني بالنسبة لي انا اعتبر الجرفة من البهارات الاساسية عندنا. عشان نتحدث عن الدراسات وأهمية الجرفة يسعدنا أننا نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة لمية مصطفوي. صباح الخير أستاذة لمية. صباح النور، يعطيك العافية أختي. لو تحدثينا شوي عن نبذة، تعطينا نبذة عن الجرفة وما تحتويه من المعادن وشو أهميتها الغذائية والصحية. أنزل السلام عليكم. وشي نبدأ كبداية بتكلم عن التوابل الجرفة. مثل ما قلت كرمتي اختي، الجرفة هي من التوابل الغنية اللي لها عدة فوائد طبيعية وعلاجية تختلف فيها عن بقية البهارات اللي نستخدم. طبعا مثل ما قلنا احنا ان هي يعني بهارات تعتبر تعتبر الجرفة من التوابل البرية المنحدرة من فصيلة الغار، وحيث تنمو في جنوب الهند وسريلانكا، كما يعدد أنواعها فوق 200 نوع. أكثر شيوعاً وأكثر واستخداماً هي الكاسيا، نوع الكاسيا، وهي اللي تستخدم في إندونيسيا والصين والفيتنام. الحين أنا قلت لكم عن الجرفة، أوكي شو هي القيمة الغذائية لها؟ الجرفة الـ 100 جرام من الجرفة المطحونة هي لها 247 كالوريز، لها 3.9 بروتين، 1.2 دهون، و 80.5 كربوهيدرات. إنزين، الحين عشان نتكلم زيادة عن الجرفة، هي غير أنها تعطي نكهة طبيعية للطعام، تستخدم الأغراض الطبية مثل ما قلت لكم في البداية أنا، حيث أنها أثبتت دراسات فعالية العلاجية على صحة الإنسان من زمان. بعطيك معلومة أنا يوم قريت عنها انصدمت شوية. يقول الجرفة هي واحدة من أقدم التوابل اللي كانوا يستخدمونها في مصر. ما شاء الله. كانت تستخدم في تحنيط الجثث وتم ذكرها في الإنجيل. أها ما شاء الله، يعني هي يعني هو شيء قديم جدا ويستعمل لعدة أشياء. نعم. غير عن شيء إن الجرفة تستخدم كمضاد للأكسدة ومضاد للميكروبات وكنكهة للطعام، وغير عن كذي يستخدم أيضا في مستحضرات التجميل. أيوة، حتى في مستحضرات التجميل بعدها يستخدم. نعم، لأن عطرها تعطي نضارة للوجه. كيف يستخدم الجرفة؟ تستخدم الجرفة تكون مطحونة، يا تكون مطحونة يا الناس يستخدمونها كأعواد أو عن طريق الزيت مثل ما قلت أنا، حق مثلا مستحضرات التجميل اللي يستخدمونها. إنزين، الحين شو هي الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الجرفة؟ طبعا في أشياء موجودة بكمية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، الفيتامين كي والفيتامين اي. بس هذا لا، في أشياء تانية، في معادن وفيتامينات تانية بس بكمية ضئيلة، مثل الفيتامين بي 1، بي 2، بي 3، بي 6 وبي 12، فيتامين سي وفيتامين دي، الزنك، الفسفور، البوتاسيوم والسيلينيوم. هالأشياء موجودة بس بكمية أقل. إنزين، استعمال الجرفة في الطعام اللي إحنا نستخدمها توجد أكثر عن طريقة مثل ما قلنا إحنا، يا مثلا كيف احنا نقدر ندخلها في يومياتنا، يعني نقدر نرش مسحوقها مثلا في الشوفان اللي نسويه، طحين الشوفان يعني. ولا في طحين الحبوب، ولا
الخبز المحمص الصبح نقدر نضيف له الجرفة. نقدر حتى نستعمل الجرفة ندخلها في العشاء مثل ما نسوي السلطة، نحط عليها رشة جرفة عشان بس تعطينا طعم حلو وفيه ريحة بعد. بعدين في ناس يستخدمونها إن يضيفون البودر منها في كوب الحليب ولا في الشاي في القهوة في الأشياء. شو هي فوائد الجرفة؟ فوائد الجرفة أول شيء اللي هو يستخدم وايد يستخدم حق مرضى السكر، بتكلم بالتفاصيل بعدين. هي مضاد للأكسدة، تخفض الكوليسترول السيء وترفع الكوليسترول النافع، تعزز صحة الأسنان والعظام، مضاد للجراثيم والميكروبات، تعالج اضطرابات فرط الحركة ونقص الانتباه، تساعد على علاج مرض الباركنسون. تساعد على تخسيس وخفض الوزن، بنتكلم فيها هاي بعد مهمة أستاذة. تساعد على علاج الأعراض مرض الزهايمر، تعالج الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، تساعد على علاج بكتيريا السالمونيلا، تساعد على علاج أمراض البشرة، مضاد للالتهابات، تساعد على علاج الأعراض المرافقة للدورة الشهرية، تساعد على علاج تكيس المبايض، يطارد للحشرات، تساعد على علاج فيروس نقص المناعة، تعالج إنفلونزا المعدة اللي هي التهاب المعدة، تعالج أمراض القلب، تخفف من متلازمة قولون العصبي، تحسن المزاج، تساعد على علاج السرطان. هاي الدراسات الأخيرة طلعت أنها تساعد على علاج السرطان. مضادات الفطريات، تعالج الالتهاب المفاصل وتحارب روائح كريهة. أيوة. الحين في موضوعين أنا قلت برجع لها، اللي هي حق مرضى السكر، وقلت لك برجع حق التخفيض الوزن. كيف هي تستخدم في مرضى السكر؟ هي تأثر الجرفة إيجابية على مرضى نسبة مرضى السكر اللي تم استخدامها بشكل صحيح، فهي مفيدة للذين يعانون من مقاومة الأنسولين عن طريق استخدام عصا الجرفة اللي هي الخشب هذه، أو مسحوق الجرفة البودر يعني مع الشاي يوميا بأن لا يتجاوز 5 أيام. وأثبتت فعاليتها استخدام زيت الجرفة لمرضى السكري عن طريق بعد ما ينطبخ الأكل نضيف له خاشوكة ولا قطرة يعني أو قطرتين من زيت الجرفة. بس لازم يعني نراقب مستوى السكر اللي يكون في الدم. طبعا هذا ما يغنيهم عن استعمال الأدوية اللي معطينهم الطبيب أيضا لا. بعد أي طبعا لا أي هذا شيء إضافي يضيفونهم أي أفضل. بعدين شيء ثاني تساعد على تخسيس الوزن مثل ما قلنا. هي أثبتت دراسات إن اللي ياخذ الجرفة يقلل من نسبة السكر في الدم وهو شيء مهم لخفض الوزن، هذا لأنها تحكم في مستويات الأنسولين ويساعد على تسريع عملية الإيض وهي أحد العمليات الحيوية التي تحدث داخل الجسم، وهي مسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا عن طريق هدم المواد الغذائية التي يتم هضمها وتحويلها إلى أشكال طاقة مختلفة. وتساعد المركبات المكونة للجرفة على تخزين الكربوهيدرات وعدم تحويلها إلى دهون، تحويلها عندما يكون مستوى الإيض عالي وهو ما يعزز عملية حرق المزايد من اللي زايد من السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة. عشان كذي الواحد يقول والله اللي تبغى تضعف خلها تأخذ لها شوية جرفة. أيوة. يساعد. متى تأخذها؟ هل في وقت معين تأخذها؟ أكثر الناس يقول لك والله أكثر الدراسات مش الناس أكثر الدراسات يقول لك خذيها أول الصبح مع ملعقة. ملعقة المقطونة هذه في ماي حار وخذيها آخر الليل. يا أول الصبح مستمعين الأعزاء يا آخر الليل. كيف نحافظ على الجرفة؟ يجب أن تخزن الجرفة في علب بغطة، بعلب دجاج بغطة، لأن أكثر الناس يستخدمون الجرفة من 6 شهور إلى سنة.
أيوة. فيتم هذه موجودة وتوضع في مكان بارد بعيد عن أشعة الشمس. أنزين الحين احنا تكلمنا عن الجرفة وهي زينة وهالأشياء، أنزين بس كل شيء له حد. أيوة مو يبالغون يعني، إذا سمعوا ينزل الوزن يأخذونه بكميات كبيرة حتى مرضى السكري يعني. أي. ليش؟ شو اللي يسوي؟ اللي يسوي مثلا يسوي حساسية. أي. يسوي حكة وإحمرار في العيون. الحساسية يعني شو الأشياء اللي تطلع منها الحساسية؟ حكة وإحمرار في العيون، بخاري التعب، التهاب الجلد، الغثيان، سيلان الأنف وطفح الطفاح الجلدي. أي. طبعا الحرم الحامل والمرضى المفروض أنها ما تأخذها. ما تأخذه بالضبط. أي. أوكي. وقبل ما أخلص أقول إن يمكن استخدام الجرفة سواء للوقاية أو العلاج يساعد في الحفاظ على الصحة. تختلف فوائد الجرفة وأنواعها وتعدد مجالات استعمالها بتعدد خصائصها العلاجية، لذلك ينصح بدمجها مع وجبات الطعام اليومية. أستاذة لمية مصطفى، ويعني المعلومات اللي عطيتينا جدا قيمة، وعرفنا أشياء جديدة عن الجرفة، وعرفنا أنه شيء كانوا يستعملونه من أيام الفراعنة. فشكرا على معلوماتك القيمة ووقتك الثمين أستاذة لمية مصطفى، ويعطيك العافية. الله يسلمك. كانت معانا الأستاذة لمية وحدثتنا عن الجرفة وفوائدها وكيف نستعملها. أنا حابة أنوه مستمعينا أن في النهاية هو يعتبر إحدى الإضافات، يعني ما يصير إحنا نستبدل الجرفة بأدوية السكري، وما يستي بعد إحنا نبالغ في استخدامه، لأن كل شيء إن زاد عن حده يصير ضده. فعسبتي مستمعينا يعني كل هاي الأشياء اللي إحنا نقول لكم إياها تقدرون تستعملون بكميات معتدلة وفي أوقات مناسبة أيضا. بنطلع فاصل قصير، ومن عقب الفاصل راح نتحدث عن مرضى الصرع وصيام رمضان. فاصل قصير راجي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. دائما تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. نواصل جهودنا التحضيرية لاستقبال شهر رمضان الكريم. برنامج صحة وسعادة يستعرض في مجموعة من المشكلات الصحية والأمراض المزمنة والطرق المثلى لأصحاب هذه الأمراض لصيام صحي. اليوم رح نتحدث عن مرضى الصرع والصيام، ويسعدني ويشرفني أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور محمد الكيلاني استشاري الأعصاب في مستشفى راشد. صباح الخير دكتور. صباح النور، حياكم الله. دكتور محمد، لو شوي تحدثنا عن مرض الصرع، أسبابه وشو العلاجات المتوفرة له. نعم، بداية تعريف لمرض الصرع عبارة عن مجموعة من الأعراض اللي تظهر على هذه المجموعة من المرضى، أنه تظهر عليهم نوبات مفاجئة ناتجة عن اضطرابات في كهربائية الدماغ، بحيث أنه تؤدي إلى زيادة في يعني نشاط زائد في كهربائية الدماغ. سريريا يبدو على المريض بمجموعة من الأعراض مثل التشنجات أو أحيانا تصرفات غير مألوفة أو خارجة عن نطاق الطبيعي، وهناك مجموعة كبيرة الحقيقة من أنواع الصرع. والمرض من أكثر الأمراض الأعصاب شيوعا، بحيث يعني هناك حسب الدراسات
أكثر من 50 مليون مريض حول العالم، وفي الدول النامية لربما أعداد مرضى الصرع تكون أكبر من الدول المتطورة. بشكل عام حسب الدراسات في عدة بلدان، خلينا نقول إنه الأرقام تكون متقاربة، بحيث إنه نسبة حدوث حالات جديدة كل سنة تقريبا ما يقارب 44 حالة لكل 100,000 شخص. والمرض يزيد مع تقدم سنوات العمر، يعني فرصة إنه حدوث تطور مرض صرع تزيد الأرقام مع تزايد سنوات العمر. فمثلا لحد عمر 24 سنة قد تكون نسبة الحدوث 1-2% تقريبا. عند الناس اللي أعمارهم لربما تتجاوز 85 سنة الفرصة تكون أكثر من هيك، قد تكون ما يقارب 4-5%. نعم، بالنسبة للأسباب، الأسباب الحقيقة عديدة، وإن كان بنحاول نجملها يعني كمجموعات، أولها قد تكون بالإنجليزي اللي بنسميه structural، يعني بده يكون في شيء غير طبيعي في 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 نسيج الدماغ. يعني لو سوينا على سبيل المثال مثلا صورة طبيعية، قد نجد هناك ورم، أو لربما مثلا جلطة دماغية قديمة أو ضربة قديمة على الدماغ، هذه من أحد الأسباب. مثلا بالكل الأشخاص البالغين، من أكثر الأسباب قد تكون ضربة قديمة للدماغ مثلا، أو جلطة دماغية، أو لربما ورم. في كبار السن مثلا ثلثين الحالات في كبار السن أكثرها قد تكون أسبابها مثلا حدوث جلطة دماغية، أو مثلا حدوث ضمور الدماغ مع تقدم العمر مثل حالات الألزهايمر وما شابه. أسباب أخرى أحياناً قد تكون مثلاً التهاب سحايا أو التهاب نسيج الدماغ، طبعاً كان بكتيري أو فيروسي، وقد يكون هذا سابقاً. يعني ربما واحد مثلاً صار عنده التهاب سحايا وبعدين لاحقاً في سنوات لاحقة أو لربما بعد شهور يبدأ يصير عنده يعني تشنجات متكررة، وأحياناً تحدث يعني قد تكون بداية التشنجات هي عند حدوث المرض. أحياناً في بعض المرضى قد يكون هناك عامل وراثي، وهذا النوع من أنواع الصرع وليس جميعه طبعاً. أحياناً هناك أمراض مثلاً في زيادة مناعة الجسم، يعني اضطرابات في جهاز المناعة، بحيث أنه تتشكل يعني يكون في زيادة في نشاط الجهاز المناعي، بحيث يصبح يهاجم النسيج الدماغ لأعصاب الدماغ، وبالتالي هنا يؤدي لاضطرابات قد تؤدي إلى شحنات. وفي كثير من الأحيان أحياناً قد لا نجد سبب واضح لماذا تحصل يعني هذه التشنجات. هذا يعني بشكل مجمل عن يعني ومختصر عن أسباب حدوث المرض. نعم، تفضل. طيب دكتور، تحدثنا عن الجديد في تشخيص وعلاج مرض الصرع، وشو اللي تقدمه هيئة الصحة من خدمات في هذا الجانب؟ نعم طبعا، تعرفي الصرع موجود منذ القدم. يعني منذ القدم صحيح معروف، وكانت يعني المعتقدات احيانا قد كانوا يعتقدون والله في سحر او جن او شيء متلبس المريض بحيث تصير عنده هذه النوبات. لكن مع تطور العلم وتقادم الزمن، المعرفة اتسعت عن طبيعة هذا المرض. فالآن تشخيص المرض، أولا عادة حدوث النوبات تكون مشاهدة سواء عن طريق الأهل أو المحيطين بالمريض، مثلا سواء في العمل أو في المدرسة أو في أي مكان آخر. فلما نشوفوا أي نوبات أحيانا تكون واضحة جدا، مثلا من المريض أنه يقع ويفقد الوعي ويبدأ يتشنج، يعني كل أطراف وكل جسمه يتيبس ويبدأ في انتفاضات منتظمة. أحيانا قد تكون أخف من ذلك، لربما المريض مثلا على سبيل المثال المريض يكون مثلا جالس مع الآخرين وفجأة تظهر عليه أعراض أنه خرج عن نطاق الحديث أو صمت، يعني صاب نوع من الصمت
مفاجئ غير مفهوم ومثلا اضطراب في الكلام، يريد أن يتكلم ما قادر يعبر عن نفسه. وتجد في كثير من الأحيان أنه المريض مثلا غير واعي لهذه الأمور، يعني بعدين ممكن تسأله شو اللي صار معك ولا يذكر شو اللي حدث. هذه أولا. فهذه التاريخ المرضي، لما بيجينا المريض على العيادة ناخذ التاريخ المرضي سواء من المريض أو غالبا من الناس المحيطين فيه اللي شاهدوا إيش اللي حصل مع المريض. هنا بنبدأ طبعا إحنا إجراءات فحوصات، مثلا بدخل فيها فحوصات الدم حتى نتأكد يعني ما في اضطرابات قد تكون في أملاح الدم مثل الصوديوم أو البوتاسيوم وغيرها. الصور الدماغية، والصور طبعا سابقا كانت مثلا السي تي سكان اللي هو الصورة المحورية، لكن الآن في صور أدق مثل الصورة المغناطيسية. طور العلم الحين. نعم. فكل مريض بنشكل في عنده صرع يجب أن نعمل له صورة MRI حتى نتأكد على الأقل أنه ما في شيء مثلا يحتاج تداخل سريع، مثلا لا سمح الله حدوث ورم أو لربما نزيف كان موجود، أو أحيانا تشوه في الأوعية الدموية مثلا في خلايا في داخل الدماغ. إضافة لذلك أحيانا قد يكون هناك في خلل في تطور بعض مناطق الدماغ أدي للصرع. بعض الفحوصات الأخرى اللي هو تخطيط الدماغي، تخطيط الدماغ. نعم، حتى نشوف إذا في شحنات يعني تدعم، وخصوصا إذا كان يعني التاريخ أو المرضي أو وصف شو اللي يصير مع المريض غير واضح. أحيانا يكون الأهل يعني وصفهم غير دقيق لربما، فبنسوي التخطيط الدماغي. والتخطيط الدماغي بتسوي سواء يعني بنسميه out patient، يعني مثلا على مدى نص ساعة أو ساعة. وأحيانا يتطلب منا أنه إذا بدنا نتأكد من التشخيص أو على الأقل نقدم بنقيم المريض مثلا نوع العلاج اللي ممكن يناسبه، لأنه أحيانا في بعض المرضى يحتاج تداخل جراحي. وممكن ندخله للمستشفى لعدة أيام ونراقبه بتخطيط دماغي، بكون في كاميرا مسلطة على المريض تصور إيش اللي يحدث وقت حدوث النوبة، وهون إحنا بنقرر شو نوع الصرع اللي عند المريض وشو أنسب أنواع العلاج. طبعا بداية إحنا بنحاول يعني إذا ما في أسباب تستدعي الجراحة عادة إحنا بنحاول كل المرضى نعالجهم عن طريق الأدوية. جميل. الأدوية يعني كل تقريبا كل 10 سنوات هناك يعني جيل جديد من الأدوية يظهر تطور. كنا سابقا يعني كان عدد الأدوية محدود، خلينا نقول في السبعينات والثمانينات كانت لربما لا تتجاوز 4 أو 5 أدوية. الآن نحن أمامنا خيارات بين ما لا يقل عن 25 نوع من الأدوية لمعالجة الصرع. العلم في تطور. وتقدم، وكل يوم نطلع بشيء جديد دكتور. نعم. فعادة طبعا في نقطة مهمة هون بحب أنبه لها، إنه كثير جدا من مرضانا لما بيجي ويشخص بمرض الصرع هو ربما يتوقع إنه من الطبيب إنه يعطيه علاج لربما يأخذه مثلا لأسبوعين أو للشهر أو للسنة وخلاص ولازم المرض يختفي. يعني هذا الحل للأسف إنه ليس هذا واقع الحال. كثير من المرضى قد يحتاج العلاج مدى الحياة. فيعني هم مش فقط يحتاجون كدعم، يحتاجون الدعم النفسي أيضا. أنا أتوقع دكتور عشان نشرح لهم أن هذا الشيء مدى الحياة، وأنت لازم تلتزم بهذه الأدوية طول ما أنت عايش، ولازم تسيطر على مرضك لأن هذا دائم معك. يعني ما في حبة سحرية تأخذها اليوم وبكرة أنت ما فيك صار. نعم. فهم يعني أنا طبعا يعني قبل ما أنسى أنه هناك بعض الأنواع من التشنجات خصوصا اللي بتحدث مثلا في سنوات العمر الأولى. يعني عند الأطفال هناك بعض أنواع طبعا الصرع مثل ما قلنا متعدد، يعني أنواع عديدة منه. فبعض الأنواع إحنا عادة نعرف إنه هذا النوع لربما مثلاً بعد سن البلوغ في عمر معين يختفي المرض، وهون نتمكن من تخفيف العلاج بالتدريج ونوقفه نهائياً وبرجع الشخص بعيش حياته طبيعية. نعم. ولكن في أنواع يحتاج المريض أن يبقى على العلاج مدى الحياة. طبعاً في بعض المرضى لربما نجرب معه علاج وعلاجين وثلاثة، هنا لابد من تقييم الحالة نشوف إذا ممكن للمريض يستفيد من تداخل جراحي. نعم.
وبعض المرضى للأسف التداخل الجراحي غير ممكن عندهم. يعني مثلا على سبيل المثال الدماغ، هناك فلقتين من الدماغ، اليسار واليمين. ونعم، وأغلبية الناس مثلا منطقة الكلام موجودة على الجهة الشمال، فمثلا لو تبين أنه والله البؤرة، خصوصا إذا كان من النوع اللي فيه بؤرة للتسنجات يعني للكهربائية الدماغ، إذا كانت هذه البؤرة اللي نفرض تبين أنها في منطقة مهمة جدا ما ممكن أنه شيلها جراحيا، ما ممكن نشيلها. هنا للأسف بنقول للمريض الجراحة هذه غير ممكنة لك، لكن في أنواع تداخلات جراحية أخرى للتلطيف من عدد نوبات ومن شدة نوبات الصرع. مثل مثلا وضع جهاز اللي يسميه الفيجاس نيرف ستيمولاتر، اللي هو تحفيز للعصب التائه. هذا على سبيل الامثله. فمثل هذه الامور يعني ممكنه، والحمد لله احنا في المستشفى راشد يعني بدانا يعني نسوي هذه العمليات، موجوده عندنا مثلا زرع هذا الجهاز. الحلو في هيئة الصحة أنها مواكبة لأحدث التطورات وأحدث العلاجات والأجهزة هذه كلها. يعني إحنا نحرص في هيئة الصحة أن نوفر كل ما يستجد من علاجات إذا كان منها الفائدة، إحنا نحرص أن إحنا نكون من أوائل الأشخاص اللي يبادرون ويقومون بإحضار هذه الأجهزة والأدوية. فهذا الشيء يعني من الأشياء اللي إحنا نتميز فيها في هيئة الصحة. دكتور، لو نتحدث شوي عن شهر رمضان قبل ما ياخذنا الحديث، نتحدث عن شهر رمضان، هل في برنامج غذائي، هل في برنامج علاجي لمرضى الصرع؟ هل في طريقة مناسبة تساعد هاي الفئة من الأشخاص أنهم يصومون هذا الشهر الفضيل دون ما تكون لهم أي مشكلات صحية؟ شو تنصحهم هذول الأشخاص؟ ابتداء خليني أقول يعني هي كل حالة لربما تختلف عن الأخرى طبعاً. يعني هون بيجي النظر لحالة المريض وناقشها مع الطبيب. يعني ما ممكن التعميم عليهم كلهم في نصيحة بالضبط. جلسة استشارة مع الطبيب والمريض. انزين. نعم، فبالتالي يعني بشكل عام خليني أحاول ألخص الموضوع. إذا أنا بعرف مريضي وعارف أنه والله التحكم في نوبات الصرع عنده جيد، مسيطر عليها بالعلاج اللي بياخده، ومثلا العلاج اللي بعطيه أنا لهذا المريض إنه مثلا هو ياخده مثلا صباحا ومساء مرتين في اليوم فقط، أو لربما بعض الأدوية تعطى مرة واحدة في اليوم، فهو أنا ما في مانع من الصيام. بقول للمريض عادة إنه فقط يعني غير جدول للأدوية، مثلا خذ سحور وفطور. عادة حاول قدر الإمكان في آخر وقت من وقت السحور وفي أول وقت من وقت الإفطار. يعني إحنا طبعا يعني بشكل مثالي حبب إنه يكون بين الجرعة والجرعة 12 ساعة، بحيث نكون مغطين 24 ساعة بشكل مثالي، ولكن هذا أحيانا صعب حتى من دون وقت. فمثلا إذا كان الفارق بينهم 10 ساعات ما في إشكالية، إلا اللهم في بعض المرضى القليلين جدا اللي ممكن يكون حساس جدا، لو تأخر عن العلاج ساعة ممكن تصير عنده نوبة. هذول لربما هذول بنقول لهم والله يعني الصيام لربما يكون صعب، أو لربما مثلا مريض نعرف أنه هو محتاج يأخذ العلاج 3 مرات أو 4 مرات في اليوم. في هذه الحالة أخي يعني إحنا ديننا يسر وليس عسر، وهناك يعني مخارج أخرى مثلا سواء دفع كفارة أو غيرها نتركها يعني للفقهاء وعلماء. عسب شي دكتور، أنت قلت كل حالة تختلف عن الأخرى، أنت هني تقول لتقدير الحالة والأدوية اللي يأخذها بعد. شو في من نصائح أخرى بعد دكتور؟ أحب أضيف إنه بتعرفي إحنا عاداتنا في رمضان، وللأسف إنه كثير من الناس يعني برنامجنا بينقلب، ليلنا بصير نهار ونهارنا بصير ليل. ففي مرضى كثير مثلا بحب يسهر مع الأسر وبيظل متأخر لوقت السحور. الآن إحنا في تعليمات بشكل عام لمرضى الصرع نقول له رجاء إنه تلتزم في موعد نوم معين، والنوم الليل يعني الخالق عز وجل، ربنا عز وجل خلقنا وجعلنا الليل لباسا، والليل هو للنوم. نعم، وحدث يعني هرمونات الجسم، تركيب الجسم كلها في وظائف معينة تحدث خلال النوم بالضبط، وإلى علاقة والخلايا تتجدد في الليل والأعضاء ترتاح في الليل. فإحنا بسهرنا ترى نضغط على جسمنا بالضبط. وحتى على فكرة يعني حتى الشخص الطبيعي اللي ما عنده صرع إذا أحرمه من النوم مثلا يوم أو يومين لربما تصير عنده نوبة تشنج.
أيوة. فمريض الصرع بالضرورة يعني لازم ينام على الأقل بين 7 إلى 8 ساعات في الليل، يحاول يلتزم إذا هو مثلا بيشتغل. أنا عادة أنصح مرضاي وحتى بدعمهم في رسالة مثلا للرئيس الدائرة تبعهم أو شيء، إنه رجاء تحاولوا تجنبوا الشفتات الليلية أو الشفتات المتغيرة، يعطوه دوام إنه يكون دوامه ثابت دائما باستمرار. ففي رمضان يعني نرجو إنه نلتزم ببرنامج نوم معين يكون نكتفي، مثلا خلاص صلينا العشاء ما في داعي نسهر لسنتين والثلاثة، نعمل حساب إنه والله بدنا نحط في حسبان إنه إحنا بدنا نقوم بالسحور مثلا، فأكون نايم 6 ساعات قبل السحور. يعني أنا لو نمت مثلا الآن اللي صلاة الفجر أعتقد بحدود حوالي 5 أو 5 شوية، يعني ممكن أنا أنام مثلا على 10 أو على 9 أعمل حساب إنه أنا بدي أقوم أتسحر وأرجع بعد السحور أنام لي شوية. طبعا نحاول برضو إن يعني نخفف من السكريات، نحاول نتبع غذاء صحي قدر الإمكان، ونشرب برضو يعني نكون ماخذين كفايتنا من الماء، لأنه أحيانا قلة الماء برضو قد تؤدي إلى زيادة التشنجات. الآن بعض المرضى إذا والله تشنجاتهم كثيرة جدا وتتأثر في أي اضطراب في جدول نومهم أو شيء يعني، فلربما برمضان قد تسوء الأمور عندهم. فمثل ما قلنا يعني هي حالة، كل حالة تختلف عن الأخرى. دكتور، هل في نصيحة أخيرة توجهها لمرضى الصرع في هذا الشهر المبارك؟ نعم، الحقيقة بدي أستغل هذه الفرصة يعني مشان أمر جديد اللي هو قاعدين يوميا تقريبا بنشوف بيجون المرضى يعني بنطلبوا تقارير وحتى للأطباء يعني الأطباء التخصصات الأخرى. بيجينا المريض إنه يا دكتور إحنا في زمن الكوفيد إحنا عندنا صرع، نقدر ناخذ الفاكسين ولا لا؟ الأطباء ما موافقين يحطون إياه. فبقول لهم لا، يعني إحنا أنا بقول لهم في التالي يعني هذه المسج تكون واضحة، إنه مريض الصرع بشكل عام إذا صار عنده حمى أو مثل ما ذكرنا إنه مثلا قلة نوم، إذا في آلام، صداع، في إجهاد بدني، قد يكون هذه الأمور تسهل حدوث النومة. فبالتالي إعطاء المطعوم لربما يؤدي لأعراض هي تؤدي لحدوث نوبة، ولكن المطعوم نفسه لا يتسبب لحدوث مرض صرع. أنت تنصح مرضى الصرع إنهم لأنه إحنا بنوازن شو الفوائد مقابل المخاطر. أيوة. فإحنا الآن كل البشرية الآن تتجه للمطعوم لأنه شايفين أعداد الوفيات. بالضبط. فبالتالي يعني هل ممكن حدوث نوبة؟ نعم ممكن تحدث نوبة نتيجة إنه المريض والله صار عنده حمى، صار عنده مضاعفات المطعوم. هذا لا يمنع إنه يأخذ المطعوم. يعني مرضى الصرع أنت تنصحهم دكتور إنهم؟ نعم أنصحهم يأخذوا، لكن بقولهم عادة بعد المطعوم أول ما تأخذ المطعوم. خذوا مثلا حبة بنادول مثلا كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات لتقليل فرصة حدوث الحرارة مثلا ارتفاع حرارة حتى لا تؤدي لنوبة، وإذا حصلت نوبة يأخذون العلاج زي ما إحنا بالبلاد أو ممكن يجي للطوارئ أو يستشير أقرب طبيب له. فقضية المطعوم بالنسبة لمرض الصرع ما عندنا مشكلة. دكتور محمد كيلاني شكرا على معلوماتك القيمة، وقتك الثمين، يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا. أشكركم جزيل الشكر. السلام عليكم. مثل ما قال دكتور محمد كيلاني، إصابتكم بالصرع لا يعني أن أنتم ما تقدرون تحصلون على لقاح كوفيد-19، لكن استشيروا الطبيب وتوكلوا على الله وخذوا موعد للقاح. مستمعين الأعزاء، هذه كانت حلقتنا لليوم. كل الشكر لحسن متابعتكم، كل الشكر لكم ولمتابعتكم وإنصاتكم لنا. أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، لمخرجنا نمر محمد، ليميرا الغفلي، كل الشكر لها، وكل الشكر لإذاعة نور دبي. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.